المقدسي عبد الرحمن الزغل ذو 14 عاما، واحد من الأطفال الذين نكلت بهم قوة الاحتلال الإسرائيلي في سجونها وعطلت سنوات طفولتهم. حكت لي أسبوع في غيبوبة، وبعد ما فقت يعني ضلت فيها 16 يوم و14 يوم بالسجن. والدة عبد الرحمن قالت إنه تم الاعتداء عليه بالقرب من منزلهم في القدس الشرقية المحتلة قبل اعتقاله، وبعد الإفراج عنه وضع تحت الإقامة الجبرية. قصة مشابهة لشقيقين قسام ونصر الله الأعور في 18 والسابعة عشرة من العمر. مش رايح على منتزه ولا على بئر، يعني رايح على سجن على المخابرات، يعني مخابرات اسرائيليه، يعني اكيد راح كان يتعذب، كان ينذل، كان يتسبسب، كان كل شيء، كل المعاملات المش كانوا يعملوه معه، يعني شيء اكيد كنا عارفين. يتعامل الاحتلال مع الاطفال المحرومين من حريتهم كمشروع مخربين، ويذيقهم صنوف العذاب المهين من ضرب وحرمان من النوم ومن الطعام وتهديد وشتائم ورفض للزياره. اخر يوم ضربوا فيه اللي هو كان يوم السبت، اللي هو كان كان مرة باسبوع، خش غرفتين، يعني بقسم غرفه 4 وغرفه 12، غرفه 12 صار يرموا عليها يعني اكل، يعني الشباب كانوا مستنى انه يضوا الضوء عشان ياكلوا، هم رموا عليهم اكل، يعني ما اكلوش ميتها، وكانوا شو يجيبوا اكل، يعني كانوا يجيبوا شرحات خبز، يعني 10 شرحات لكل واحد وحده يعني. وإمعانا في التنكيل بطفولتهم، فإن وزارة التعليم الإسرائيلية أصدرت قرارا بأن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم لن يذهبوا إلى مدارس الاحتلال حتى يناير عام 2024. ويعاقب الاحتلال الأطفال المعتقلين بمدد تصل إلى 20 عاما بموجب القانون العسكري الإسرائيلي. ومنذ عام 2000 احتجز الجيش الإسرائيلي حوالي 13 ألف طفل فلسطيني، معظمهم تقريبا من الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.